يقول فضيلة الشيخ: اشتريت بيتا قبل 3 سنوات وفيه ولله الحمد 3 نخل مثمرات من نوعين وفيهن ثمر كثير، فهل علي زكاة والحال هذه؟ فإذا كان الجواب بنعم والناس يجهلون ذلك جدا، فأسأل أسئلة على ذلك، كيف يكون معرفتي بلوغ النصاب من عدمه وأنا أخرفها خرفا؟ ثانيا، كيف يكون تقدير الزكاة؟ وهل تدفع من كل نوع بنسبته أم يضم بعضها إلى بعض وتخرج من نوع واحد؟ وهل يجوز أن أدفع نقودا؟ وماذا أصنع في السنوات الماضية؟ ما ذكره السائل من خفاء حكم هذه النخيل التي تكون في البيوت على كثير من الناس فهو صحيح. كثير من الناس يكون عنده 7 نخل أو 10 نخل أو أكثر أو أقل، وثمرتها تبلغ النصاب، لكنهم لا يعلمون أن فيها زكاة، يظنون أن الزكاة في البساتين فقط، والزكاة في ثمر النخل سواء في البستان أو في الدور. وعلى هذا فليأتي بإنسان له خبرة وليقدر ثمر هذا النخل هل يبلغ النصاب أو لا، فإذا بلغ النصاب وجب عليه أن يزكيه. ولكن كيف يزكيه ويخرفه كما قال السائل؟ أرى أنه في مثل هذه الحال تقدر قيمة النخلة ويخرج نصف العشر من قيمتها، لأن ذلك أسهل على المالك وأنفع للمحتاج، يعني إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج، وتقويمها بالدراهم أسهل على المالك، فتقدر هذه الثمرة بدراهم وتخرج زكاتها من الدراهم. ولكن كم مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة 5%، بينما زكاة المال في المئة كم؟ 2.5، لكن هذه فيها 5%، لأن الثمار زكاتها 1/2 أو العشر، ونصف العشر في المئة كم؟ 5.5. فهذا سؤال مهم. أما ما مضى من السنوات وهو لم يزكه جاهلا، فإنه يقدر الآن في نفسه كم يظن الثمرات الماضية ويخرج زكاتها الآن، وليس عليه إثم فيما سبق من تأخير الزكاة، لأنه ربما يكون جاهلا بذلك، لكن لا بد من أداء زكاة ما سبق.